السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اعزائي المشاهدين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة مع بعض هنشوف شوية شغل نجارة كده، زي ما انتم شايفين المعلم عبد الله راجل صديق وراجل نجار، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. هنشوف في اخر الفيديو برضو شوية ديكورات لبوابات هو عاملها، وواجهات وعمدان، حاجة بسم الله ما شاء الله. زي ما انت شايف السلم ده سلم دوران درج دوران، زي ما انت شايف الشغل قبل الصبة، حاجة بسم الله ما شاء الله. ده شغل بسم الله ما شاء الله. يعني اتمنى لو انت عجبك الفيديو تعمل لنا لايك واشتراك في القناة لو انت اول مرة بتشوف قناتي، ليصلك كل جديد بإذن الله، وان شاء الله يوصل لكم ايه ان شاء الله، ننزل لكم فيديوهات تكون كويسة وحلوة ان شاء الله. زي ما انت شايف الدرجة اهوت والتسليح، حاجة بسم الله ما شاء الله. معلم عبد الله حاجة يا جماعة بسم الله ما شاء الله، يعني وراجل بسم الله ما شاء الله اهوت، هو معانا في الفيديو اهو، تمام. زي ما انتم شايفين الخشب والتسليح، حاجة بسم الله ما شاء الله. وده طبعا مرمي خرسانة اهو، تمام، يعني بسم الله ما شاء الله. بتلاقي السلم حكاية بعد الشغل ده، حكاية بسم الله ما شاء الله. يعني احنا اشتغلت وراه كتير في مباني وعمدان، بسم الله ما شاء الله، يعني بيطلع الوزن حاجة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. اهو ده برضو مرحلة الصب والخرسانة، يعني ده يعني الفيديوهات القليلة اللي هو عاملها، يعني بسم الله ما شاء الله هو عامل حاجات وشغل، يعني بصراحة كان يستاهل لوحده قناة مخصصة كده نشرح لكم فيها الحاجات اللي بيعملها. انا اهو بسم الله ما شاء الله، برضو ده برضو في مرحلة الخرسانة اهو الرام. احنا مع بعض هنشوف برضو مجموعة من الديكورات اللي هو عاملها، صور وحاجات من ديت، والسلم ده طبعا السلالم ده الدوران هتشوفها مفكوكة، حاجات يعني بسم الله ما شاء الله، يعني جميلة جدا وفي غاية الإبداع والدقة، يعني يسلم إيد. هنا طبعا شوف وزن العمود، العمود هنا بسم الله ما شاء الله بيوزن العمود هنا اهو، بسم الله ما شاء الله، حاجة يعني عمدان. يعني احنا شغالين معظم الشغل كنا بنشتغل ورا المعلم عبد الله، شغله بسم الله ما شاء الله يعني غني عن التعريف بأمانة. يعني ده طبعا كان الزبون تقريبا بيتأكد كمان من الشغل، يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. يعني السلم شايفين السلم درج من تحت ومن فوق، وشوية بوابات كده يعني بسم الله ما شاء الله، شايف البوابات والحاجات دي، وهتشوف لسه هيجيلك صور ياما، السنن والبوابات والعمدان، شايف السلم بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة والديكورات اللي في الواجهات دي. أتمنى يكون فيديو كويس، وشكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا ذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسيبكم إيه مع شوية صور وديكورات المعلم عبد الله. Thank you.